شكرا ليك يا عبد الصمد. لكن الحقيقه المتوقع ان يكون في ارتفاع النهارده في درجات الحراره. خلينا نعرف يعني التفاصيل من خلال هيئه الارصاد اللي بتتوقع انه في ارتفاع، ولو انه ارتفاع طفيف في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للبروده على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه، وكمان وسط سيناء هيكون الجو دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، معتدل على شمال الصعيد ومائل للحراره على جنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البروده على كل الانحاء. كمان النهارده في شبوره مائيه كثيفه صباحا على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. على مهلكم وانتم سايقين، وربنا يسلم طريق الجميع باذن الله. خلونا قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره بالتفصيل نروح للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، وقولي لنا حاله البرد اللي احنا شفناها الاسبوع ده مستمره معانا ولا في اخبار عن ارتفاع طفيف درجات الحراره؟ طمنينا. صباح الخير طبعا على حضرتك الاول استاذه هدير، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا بالفعل بدايه من اليوم هنشهد اجواء شتويه مستقره تماما على كافه انحاء الجمهوريه. هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره بحوالي من درجتين لاربع درجات، يعني احنا اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه خلال فتره النهار، وان شاء الله مع الايام القادمه وبدايات الاسبوع المقبل هتوصل ل 22 درجه مئويه على القاهره الكبرى. الاجواء خلال فتره النهار هتكون معتدله الحراره على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى حتى شمال الصعيد. بيكون الطقس دافي على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فتره النهار ومع زياده فترات سطوع اشعه الشمس اللي هنلحظها بدايه من اليوم. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل درجات الحرارة هتنخفض بشكل ملحوظ، والطقس هيظل شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، وده خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وعلى مدار الـ 72 ساعة القادمة هتكون الشبورة المائية اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي شبورة مائية خفيفة مش هتأثر تماما على حركة المرور، لكن طبعا هتأثر على الرؤية الأفقية، فنخلي بالنا من وجود الشبورة المائية. بالإضافة إلى كمان اليوم في اعتدال كامل في سرعات الرياح على كافة مناطق الجمهورية، وده اللي هيدينا مزيدنا الاحساس بالاستقرار في الاجواء، بالاضافه الى هيؤدي كمان لاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط ومؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. احنا بنقول ان ارتفاع درجات الحراره ده هيكمل معانا ان شاء الله لبدايات الاسبوع المقبل الى الاحد القادم ان شاء الله، هتوصل في العظمى على القاهره ل 22 درجه مئويه، لكن من يوم الاثنين القادم ان شاء الله وده هيتزامن مع بداية فصل الربيع 21 مارس هيبقى فيه انخفاض آخر في درجات الحرارة، تنخفض لمدة 72 ساعة، ترجع ترتفع مرة أخرى مع نهاية الأسبوع المقبل بإذن الله. يعني لسه الناس ما تشيلش اللبس الشتوي، لسه في يعني ايام لا برد، لا لا، انخفاضات في الحراره وما نخففش خالص، لسه مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. ما ننخدعش بزياده فترات سطوع اشعه الشمس اللي هنلحظها اليوم وعلى مدار 72 ساعه القادمه، لان مع دخول ساعات الليل كمان الطقس هيظل شديد البروده، فدايما يبقى معانا جاكيت تقيل لفترات الليل، ودايما مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه. طب هل من المتوقع يا دكتور سكوت اي امطار؟ مع ان شاء الله يوم الاحد القادم يعني احنا ما فيش فرص سقوط امطار من اليوم لحد الاحد المقبل باذن الله، لكن مع يوم الاحد هتبدا تاني فرص الامطار تعود على السواحل الشماليه الغربيه ومحافظات الوجه البحري. هي الى الان امطار خفيفه الى متوسطه وهتستمر معانا الاحد والاثنين والثلاثاء ان شاء الله، ان في حاله من الاضطرابات الجويه من يوم الاثنين المقبل هيبقى معاها سقوط امطار، لكن الى الان الامطار غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه باذن الله. شكرا ليكي دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا.